لأن الشعب الانتخابات هذه اللي جاية عندها معنى كبيرة. صحيح انتخابات رئاسية، الحمد لله في مترشحين في كذا، الديمقراطية حقيقية، الممارسة الديمقراطية بالمفهوم الحقيقي، التعبير نتاع الشعب يكون محترم، هذه كلها قواعد ومبادئ اللي راهي موجودة. وعلى هذه الانتخابات تكون عندنا فرصة باش نتكلم على الشعب، نوضح، والأهم في هذا والشيء اللي نتمناه أنا كمجاهد في الانتخابات اللي راهي جاية، أن الشعب كرجل واحد، رجال ونساء يقفوا كرجل واحد ويروحوا ينتخبوا، وتكون مشاركة قوية لا في الداخل ولا في الخارج. وهذا مش من أجل الانتخابات كانتخابات، لأنها ستكون رسالة قوية للجزائر مع الخارج. لما الشعب يشارك مشاركة فعالة وقوية في الانتخابات القادمة وتكون ديمقراطية حقيقية، تكون رسالة قوية يبعثها الشعب الجزائري للعالم ككل. وهذا الشيء اللي راح يزيد يقوي أكثر فأكثر مكانة الجزائر في العالم. على كل يا إخواني، بهذه المناسبة طبقا للمادة 138 للدستور، وطبقا للمادة 5 للقانون العضوي رقم 16-12 المعدل ومكمل، أعلن رسميا لاختتام الدورة البرلمانية